الرياضة بمختلف أنواعها تجمع بين البشر بمختلف انتماءاتهم وعقائدهم، وهي رياضة ركوب الدراجات النارية. تصل بالرياضي العماني ماهر خالد حمد البرواني إلى لبنان ليلتقي بفريق فريندز رايدرز لبنان، فيقررون أن يتنقلوا عبر الأراضي اللبنانية شمالا وجنوبا وساحلا. رحلة ترويجية لسلطنة عمان ومقوماتها السياحية، وأيضا ترويج لرايد عمان 2015. هذه إحدى الأهداف أو أهداف رئيسية لرحلتي. لبنان لها تاريخ، وطبعا من ضمن أهدافي للرحلة أني أدخل لبنان وأحاول أني أتعرف على معالمها التاريخية ومناطق اللي الجبلية، ونفس الشيء المناطق اللي حصلت الحروب فيها. وبعد جولة شملت مدنا في شمال لبنان، انتقل ماهر خالد حمد مع زملائه اللبنانيين عبر دراجاتهم النارية إلى جنوب لبنان، حيث كانت لهم وقفة في مليتة أحد المعالم السياحية. راح ينكتب من ضمن تاريخ إنجازات يعني سلطنة عمان، وأيضا إنجازات الشخصية أو الشخصي، فنفس الشيء راح ينذكر في ضمن إنجازات عمان رايدرز 2015. الرحلة التي امتدت على 4 أيام تميزت بمواكبة فريق لبناني هو فريندز رايدرز لبنان يعنى بالسياحة والبيئة. التعريف اللي أول شيء لنشوف أنه نحن الدراجين اللبنانية عم نهتم ببلدنا، وعم نهتم أنه نجيب كل الدراجين يجوا من كل أنحاء العالم يجوا على هذا البلد، ومنها سياحة ومنها ليشوفوا طبيعة أرضنا ويشوفوا الطرقات تعولنا اللي بين جبلية وبين ساحلية. فماهر من أول يوم أخذناه طلعناه من مرفق طرابلس أخذناه على الأرز، بس ما قدرنا نوصله على القرن السوداء بما أنه كان تعبان له أكثر من 13 ساعة و 16 ساعة مش نايم. ولم ينتهي اليوم الرياضي بامتياز إلا بدعوة إفطار في الشهر الفضيل تكريما لعيد الأب الذي صادف مروره قبل أيام، حيث كان ضيف شرف حفل الإفطار ماهر خالد الذي شارك وفدا من دار العجزة الإسلامية إفطارهم. بعيدا عن السياسة، أجواء رياضية ورمضانية بامتياز تجمع محبيها من المحيط إلى الخليج. نادين نصر الله، تلفزيون سلطنة عمان، بيروت.